يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقد استدان شخص مني 400 ريال ثم أعطاني 500. نعم. يقول لقد استدان شخص مني 400 ريال، يعني اقترض. نعم. ايه؟ ثم أعطاني 500 وليس معي صرف، فقال دعها معك وأخذها منك بعد ذلك، هل يجوز هذا أم لا بد من التصارف في الحال؟ إما أن يسمح لك بالمئة يصير من حسن القضاء، وإما أن تذهب أنت إلى المحل وتصرفون وتعطيه حقه وتأخذ حقه. نعم، لا يجوز التفرق بالصرف باقي بينكما شيء.